يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوكل البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليل طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على معظم محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالعاصمة القاهرة. العاصمة العظمى 29، الصغرى 19، الإسكندرية 27-20، مطروح 26-20، بورسعيد 27-23، والإسماعيلية 30-19. نذهب إلى السويس، السويس العظمى 31، الصغرى 19، العريش 27-18، طابة 28-21، شرم الشيخ 32-24، والغردقة 32-22. أما عن الأقصر، الأقصر العظمى 35، الصغرى 20، أسوان 35-21، الوادي الجديد 32-17، حلايب 30-23، وأخيرا شلاتين 32-25. والآن نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.